لحظات كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بنادي الاهلي. كابتن سيد مبروك، اداء كبير، نتيجه كبيره، سيناريو غير متوقع للمباراه، الاهم هو تاهل النادي الاهلي لنهائي افريقيا. يعني قبل ما ابدا باي حاجه لازم انعي طبعا شهدائنا واخواتنا وحبايبنا وشهداء الوطن، ويا رب يتغمدهم برحمته ويجعلهم من الشهداء يا رب باذن الله، ونحسبهم جميعا من الشهداء، وهم دول النجوم الحقيقيين وهم دول الابطال الحقيقيين ان صح التعبير. يعني بعزي اسرهم وبقول لهم طبعا يعني احساسكم، لكن طبعا احساسنا معاكم وانتم كمان معانا ان شاء الرحمن. اي حاجه باذن الله تعالى تبقى يعني عشان تقلع الجذور الارهاب من اصوله، ان شاء الله الرحمن كلنا ايد واحده عشان باذن الله تعالى تفضل مصر هي مصر باذن الله. فكان لازم اقول ان دول النجوم الحقيقيين. فيما يخص اللقاء، طبعا مباراه كبيره ومباراه تاريخيه ونتيجه كويسه ونتيجه عظيمه، بنقدر ونحترم كل فرق تونس ونجم الساحلي تحديدا، يعني لانه كان طرف اللقاء النهارده. استعدينا للقاء بشكل كويس، تعاملنا مع اللقاء بشكل ايجابي جدا رغم ان كان عندنا صعوبات وايقافات وغيابات تكاد تكون في منطقه واحده اللي هي منطقه نص الملعب، لكن انا سيد عبد الحفيظ دايما بقول اهم حاجه في الفرق الكبيره والفرق العظيمه والفرق صاحبه التاريخ هي شخصيه الفرقه، هوية الفرقة. قد يغيب نجم، قد يغيب اتنين، قد يغيب تلاتة، لكن الهوية موجودة. يعرف كويس قوي 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 يعني الأداء يتأثر شوية، لكن النتائج ما تتأثرش بشكل كبير لحد ما تلم نفسك تاني والدنيا ترجع معاك بشكل تاني. بحيي اللعيبة، بحيي أدائهم ورجولتهم طبعا، والأداء الفني كمان والتكتيك اللي لعب بيه كابتن حسام البدري، كابتن حسام البدري بالتأكيد كان على مستوى عالي جدا. يعني الهدف الاول جه مبكرا، ده فتح المباراه، ادى النادي الاهلي فرصه ان هو يفوز بنتيجه 6-2. برضه هرجع اقول لك، انا بقول دايما المباريات الكبيره باحداثها يا جماعه، قد يكون طرف اللقاء يعني اسم كبير جدا جدا جدا، لكن احداث المباراه تسهله لك، ظروف المباراه تخدمك، توفيق ربنا سبحانه وتعالى يكون معاك. في معنى، بس انا اسف اني بقطعك، لكن في معنى لازم يوصل لكل الناس دلوقتي حالا، هنقول انا وكابتن حسام بالتاكيد دلوقتي في الاتوبيس. يعني بشكر اللعيبه وبنشكر اللعيبه وبنحييهم، ومن حق جمهور النادي الاهلي العظيم ان هو يفتخر بفرقته، لكن احنا ما بنلعبش على مباراه، احنا بنلعب على بطوله. النهارده لازم تقفل الموضوع، يعني افرح النهارده واتبسط النهارده، لكن من بكره عندنا شغل كبير وعندنا شغل كتير وعندنا شغل يعني تقيل جدا جدا، والواجب بتاعنا ما حدش هيعمله غيرنا، الواجب بتاعنا احنا ما حدش هيعمله غيرنا، ومش مستنيين حد يعمله غير احنا اللي هنعمله. عندنا خطوة مهمة جدا وصعبة جدا مع الوداد ذهابا وايابا، هنختار ما بين السبت والحد، لسه هتكلم مع كابتن حسام المباراة الأولى على طول اللي هتبقى هنا على استاد برج العرب، لكن الحمد لله على التأهل والحمد لله على الصعود للنهائي، لكن الهدف الأساسي ما اتحققش لحد دلوقتي. عايز أطمن على الشريف إكرامي، صالح جمعة، مؤمن زكريا. صالح جمعة زاد من صعوبة الموضوع، هو كمان حس بشد في العضلة الخلفية، إكرامي كان عنده إجهاد أساسا في العضلة الضمة، ولو تفتكر احنا ما دخلناهوش مباراة الرجاء عشان كده، لكن زي ما قلت لك يعني كلنا ثقة في كل المجموعة، كلنا ثقة في كل المتواجدين. النهاردة في ناس كانت غايبة بشكل كبير جدا، لكن النهاردة بتلعب وبتأدي بالقلب والعقل، وده مهم جدا في اللقاءات الكبيرة جدا، إن أنت تلعب بحماس وتلعب برغبة وإصرار وعزيمة وانضباط وكل حاجة، لكن كمان في وقت لازم أشغل عقلي. مؤمن زكريا برضو كابتن حسام البدري فضل بالتاكيد كمان ان هو في الاخر يعني اول ما حس بحاجه في العضله الضم على طول راح مطلعه من طبعا مطلعه من الجيم. يعني وليد ازارو الكلام كان عليه كتير جدا جدا، وليد ازارو ما بيجيبش اهداف، النهارده الراجل رد الثلاث اهداف وثلاث اهداف ملعوبين، وتعاون واضح جدا ما بينه وبين زملائه في الفرقه. تعليقك على وليد ازارو بالتحديد النهارده؟ بص يعني ما اعتقدش ان اي حد مهني او اي حد حرفي او اي حد مختص في مهنته، خصوصا لو كانت كره القدم، ان هو يقيم لعيب بحاله مباراه، ده يبقى قصور منه شخصيا مش من اللعيب. احنا مقيمين وليد وامكانياته وقدراته بالتاكيد عارفينها كويس قوي قوي قوي، قد يكون في بعض المباريات مش هو اللي الناس مستنياه بشكل كبير جدا، لكن تقريبا احنا ثقه الجهاز الفني وكابتن حسام البدري فيه كبيره جدا، لانه عارف امكانياته وعارف قدراته، فاحنا ما بنقيمش شيء ايجابي او سلبي في مباراه، يعني ما بنقيمش لاعب في مباراه واحده، احنا عندنا يعني تقييم كامل للاعب بامكانياته وقدراته، في بعض الاوقات ممكن يكون موفق جدا جدا جدا، وفي بعض الاوقات يتجنبه التوفيق او ما يكونش التوفيق حليفه يعني، لكن قدراته احنا عارفينها كويس يعني. مباراه الوداد، الاهلي قدر يفوز على الوداد هنا 2-0، خسر هناك 2-0، اكيد نهائي صعب جدا، شايف المباراه دي ازاي؟ حسابات اخرى يعني، مباراه بالتاكيد صعبه، مباراه مع فرقه برضو عندها شخصيه هي كمان بتعرف تلعب بشكل كويس، كانت معانا في المجموعه فاحنا عارفينهم عارفيننا، لكن اتمنى يا رب توفيقنا يكون توفيق ربنا سبحانه وتعالى يكون معانا هنا وهناك،
يعني ما فيش مباراة بتنتهي من يعني ذهابا وإيابا من المباراة الأولى على فكرة، إلا لو كانت النتيجة كبيرة جدا 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 جدا، ومع ذلك برضو بتستنى المباراة الثانية. عندنا مباراة 90 دقيقة هنا إن شاء الرحمن على استاد برج العرب يوم السبت أو الحد اللي جايين، هتفق مع كابتن حسام البدري على كده، وهننتظر المباراة الثانية بإذن الله في المغرب. لكن بأكد لكل الجماهير، كل الناس العظيمة اللي كل الشعب المصري بشكل كبير جدا جدا جدا، إن وخصوصا طبعا الجماهير الأهلاوية، إن احنا يعني برضو انتوا شخصياتكم وتفكيركم لازم يكون بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب اللي احنا بنفكر فيه كنادي أهلي، تمام؟ يعني افرحوا واتبسطوا وهيصوا كل حاجة، لكن الهدف الأساسي ما تحققش لحد دلوقتي اللي هو البطولة، مستنيينكم بعدد أكبر إن شاء الرحمن. سؤالي بقى النهارده، تواجد الجمهور النهارده 50,000 متفرج تقريبا، كان مفعول السحر بالنسبه للاعبي النادي الاهلي، حابب تقول ايه للجمهور؟ وايضا عايز اسال، ممكن عدد يزيد ان شاء الله في المباراه القادمه؟ اتمنى كده ان شاء الله الرحمن، يعني حاجه مثاليه وحاجه. بص يعني باختصار شديد جدا، طول ما انت داخل يعني المؤازره بتاعت فرقتك بس، والتواجد بتاع ومشجع ومساند لفرقتك بس، مفيش اي مشاكل خالص اطلاقا من اي نوع في اي مكان في الدنيا كلها. لكن انا اتمنى دور النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي تحديدا، يعني انا عارف انها بتعمل دورها كويس قوي قوي قوي، يعني من الثانيه الاولى للثانيه الاخيره هي عارفه الدور بتاعها كويس جدا جدا. مستنيينكم على استاد برج العرب ان شاء الله الرحمن السبت والحد اللي جايين باذن الله، بس حتى مش عايز ابقى الاقي يعني مدرج فاضي. انا اتمنى يا رب ان كل استاد برج العرب رب يوم السبت او الحد اللي جايين باذن الله يكون مليان ومشجع ومساند ومؤازر للنادي الاهلي باذن الله. مبروك يا سيد ومسلمين بطوله. شكرا فندم. طبعا ده كان لقاءنا مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، فوز كبير وفوز مهم، مبروك لكل الاهلاويه، مبروك ليك يا كابتن ميدو، مبروك لضيوفك في الاستوديو. طبعا انجاز كبير النهارده طبعا هو الوصول للمباراه النهائيه بهذه النتيجه وهذا الاداء الرائع جدا، لكن الاهم هو تحقيق البطوله زي ما قال كابتن سعد عبد الحفيظ. النادي الاهلي فاز بمباراه، النادي الاهلي مجرد بس ان هو تاهل للمباراه النهائيه، لكن الاهم هو عوده هذه البطوله دولاب بطولات النادي الاهلي بعد غياب 4 سنوات. عوده لك يا كابتن. اهلا بكم.